تقريب على قطاع التربية والتكوين. وهذا القطاع بالضبط الكل كيعرف بأن أي بلد متقدم في العالم هذا القطاع بالضبط هو اللي كيعطيو له الأولوية، وهو اللي كيكون عصب أي دولة دولة. علاش؟ لأنه هو اللي راهين بتقدم الدولة أو تأخرها أو ازدهارها أو يعني الإطاحة يعني بها إلى الحضيض. وللأسف يعني النظام المغربي ديالنا يعني فيما يخص هذا الميدان بالضبط هناك واحد العشوائية، هناك واحد تكتيك ممنهج من أجل إفراغه من محتواه، هناك واحد سياسة جهنمية شيطانية خطيرة جدا تمارس من أجل يعني من أجل نشر واحد ثقافة معينة محدودة، وبالتالي التحكم في مصائر العباد والتحكم في الفقر ديالهم والتحكم في الأمية ديالهم والتحكم في مجريات الأمور من أجل أن يضمنوا استمراريتهم فيما يخص يعني السياسة الممارسة في البلاد. يعني كان لابد من هذا التوطئة قبل أن أنتقل إلى الفصل الموالي للكتاب، وهو تاريخ موجز لقطاع عليل. تاريخ موجز لقطاع عليل. لا يعذر أحد بجهله للتاريخ، وما أوتيتم من التاريخ إلا قليلا. لن ندعي المعرفة ونقول بأننا سنحيط بكل تاريخ تعليمنا المتعثر إن لم نقل المنهار، بل كل ما يبدو في الواقع أن نقدم الخطوط العريضة والمحطات الرئيسية التي مر منها هذا القطاع أو مرر منها قبل الجتو على ركبتيه ثم الانبطاح بعد ذلك، والذي لا نتردد في الجزم بأن ذلك سيطول ما لم تتوفر إرادة الثورة والفعل الجذري اللازم لرفع المعطى برمته وفصله عن سطح الأرض، وقلبه بقوة ليسير على رجليه بدل رأسه. هذا إذا سلمنا بأن قطاع التربية والتكوين لا زال يمتلك رأسا، وحتى إذا كان فهو عليل للغاية أو مجنون يتخبط خبط عشواء، يتألم يتعذب، بل طال احتضاره، ومن يدري فربما يكون للأطباء الذين تعاقبوا على تدبير أمره وما أكثرهم يد في ذلك، فلن نجد لتهذيب جسد بشكل ممنهج ولأطول مدة ممكنة أحسن من أطباء بدون ضمير. إلا أن الكيد والتدبير السيء للتربية وتعليم أبناء الأمة قد بدأ قبل الاستقلال بمدة طويلة، وربما انطلق مع السياسة الاستعمارية بعد احتلال المغرب، إذ لم تخفي هذه السياسة أن الأصبخية لإخضاع النفوس أولا لتيسير مأمورية الاحتلال والاستمرار بعد ذلك، وهي أمور من مسؤولية المدرسة، وستتوالى الإجراءات التي نوجزها في أنهم حددوا سقفا لا يمكن تجاوزه لتدبير التعليم كما وكيفا، أي الحفاظ على نسبة الأمية، وكذلك تحديد المستويات التي يسمح بوصولها لتكوين فئة من الإداريين الصغار والمهنيين وأعوان السلطة ليس إلا. يعني هنا غادي نفتح واحد القوس فقط للتفسير، وانه غادي تلاحظوا يعني من الاستعمار الى الان يعني تقريبا هذه 60 سنه، يعني نسبه الاميه هناك واحد التكتيك ممنهج من اجل الحفاظ على نسبه الاميه في المغرب، بحيث انها اذا كانت في القتال ديال المستعمر الفرنسي 80% دابا حاليا يعني كتراوح ما بين 60 و80، يعني من المفروض 60 سنه من المفروض على الاقل النسبه تكون 10% 6% مقبولة، ولكن باش تبقى 60 سنة النسبة يعني يحافظ عليها فهذا راه تكتيك ممنهج وممنهج بعناية وبدقة. جانب آخر أيضا
هو انهم في البدايه ما سخروا هذه المسائل ديال التعليم فقط باش يخرجوا واحد العدد محدود من 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 الناس باش يخدموا في الادارات، باش يخدموا كمهنيين كاعوان السلطه. ولكن فاش بداوا يعني ولاد الشعب كيرتقيوا الى مستويات اعلى، ولو كيوصلوا الى مستويات اعلى، الو شنو بداو كيديروا؟ بداو كيحيكوا المؤامرات من التهريب ديال المناهج، من 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 افراغ التعليم اصلا من محتواه، وبالتالي محاوله ضرب هذا القطاع بقوه من اجل ان يتحكموا، وما يوصلوش ولاد الشعب الى 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 مستويات اعلى، وبالتالي يحاولوا يحافظوا على المكتز يعني على الثروات ديالهم بالشكل اللي كيبغيو، وتبقى هذيك الطبقه العليا في البلاد هي المتحكمه في زمام الامور، وما تبقى يعني يكون فقط تابع. غادي نستمر في تلاوه الكتاب. كما استثنوا بطبيعه الحال فئات اجتماعيه تعاملوا معها بمرونه من ابناء المخزن والاعيان وبرجوازيه الجلد والنحاس، وهذه النقطه ونقط اخرى ترتبط بها تعرض لنا مفكرون مغارب تعرض لها مفكرون مغاربه لهم درايه اوسع بالشان وبكل تفصيل. وهكذا ومع الاستقلال لم تطوى الصفحة بل تم لي عنقها، وأول إجراء كان هو تكوين اللجنة الملكية لإصلاح التعليم في غشت 1957، والتي أرست المبادئ الأربع المذكورة سابقا. وسيكرس دستور 1962 هذا التوجه بالنص على إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والذي سوف يقبر 44 سنة أو يقبر 44 سنة ولن يخرج إلى حيز الوجود حتى سنة 2006. هنا كيفتح الكاتب واحد القوس، وهنا آية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية. لكن ألا يجدر بنا وبما نقوم به أن نتوقف بعض الشيء لقراءة بعض الأحداث، علها تساعد على الفهم الصحيح للأسباب الحقيقية التي تختفي وراء الإشكالية. وسيبدو أن الأمر لم يكن تلقائيا، بل حركته إرادة هادفة تصمم بوضوح وتطبق بدقة. ومن بين أهدافنا الثانوية وضع وجوه الأحياء من أولئك أمام المرآة لعلهم يخجلون. ففي 19 فبراير 1965 ميلادية سيقوم وزير التعليم آنذاك يوسف بن العباس التعارجي بإصدار مذكرة تحرم من تجاوز 17 سنة من ولوج التعليم الثانوي. وهذا هو الهدر المدرسي الحقيقي. والواقع أن ثلث الميزانية الوطنية آنذاك كان مخصصا لتسيير أجهزة الدولة، ولذلك كان يجب عرقلة وضرب القطاعات الاجتماعية لحساب ذلك. وهكذا سيتجمع التلاميذ المنتمون لمؤسسة محمد الخامس بالبيضاء مؤازرين بذويهم، ويتطور الأمر وينفجر الغضب الشعبي، حيث بدأت انتفاضة مارس 1965 طلابية، وتنزل مختلف القوات وبكثافة إلى الشارع العام، وتتمترس الحافر على الحافر، وتعطى الأوامر ليصوب السلاح، ويستقر الرصاص بدقة وبرودة دم بين الأعين وعلى الجانب الأيسر من الصدر، والنتيجة 1000 شهيد. لقد كان الشعب مصرا وسيبقى على حقه في التعليم. والمهم، لقد تم احترام الواجب الشرعي في كوننا إذا دعت الضرورة نصطف للموت كما نصطف للصلاة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر علينا أن ندرج كل السياسات المسيئة والساهرين على التخطيط لها والذين أشرفوا على تطبيقها والوسائل اللوجستيكية المادية والبشرية التي رصدت لذلك. ومع هذا وذاك لا يمكن القفز مثلا على بعض المحطات،
وخصوصا مناظرتي إفران 1970 و 1980، وقبلهما مناظرة القنيطرة 1964، والتي عقدت للبحث عن مخارج للدولة وليس عن حلول للقطاع، حيث كان يتم استفراغ أفكار ومعلومات المؤتمرين المشاركين من قطاع التعليم للبحث عن ضوء ذلك عن مخارج للمآزق. يعني كانوا كيعقدوا هذه المؤتمرات غير باش يخرجوا من المأزق، ماشي باش يوجدوا حل يعني للمسائل التعليمية في البلاد. وقد كنا نمنحهم بتقاريرنا وبما نمتلكه من معرفة بالميدان بأكثر من حاجتهم لتبليط الأرض التي كانوا يسحقوننا عليها فيما بعد. ولم يتوانى المسؤولون بكل وسائلهم من ربط الأزمة بالمدرس، مما أضعف يعني مكانته الاجتماعية. وهذه الأطروحة لاقت كل الترحيب من جل فئات المجتمع الجاهل لقضاياه والمستلب والذي تنطلي عليه بسهولة ويسر أفحش الأباطيل. ويذكرنا بأسف وحسرة واقع الحال هذا برواية كورجاس لأفلاطون، حيث كان بائع الحلوى يحذر الأطفال من طبيب الأسنان الذي يؤلمهم ويسيء لأسنانهم في حين أنه المسيء، وما ذلك إلا لكون الطبيب يحذر من المبالغة في أكل الحلوى لتعمي المصلحة بصيرة الحلواني، ويرد ردا باطلا تلبية لمنطق المصلحة الذاتية والصرامة التجارية. إلا أن القضية التي ربما ستلخص الأمر والتي لا يمكن فصلها عما تم ذكره هو أنه بحكم ما طرأ على البلاد من خلافات في الرأي والصراع لفرض الوجود، أصبح التعليم يمثل الحلقة القوية في المواجهة بين النظام من جهة والحركة اليسارية بل الوطنية الراغبة في التغيير من جهة أخرى، فأضحى ميدانا للصراع فنال أكثر من حظه من التدمير والتخريب. اليسار يدفع التعليم للانخراط كلية في مناهضة النظام، الإضرابات، المظاهرات، والنظام يتصدى له بالمراقبة والرصد وتتبع العناصر التي تروج للفكر الثوري. لقد أصبح العمل على جودة التعليم غير مطلوب بتاتا، بل العمل على سيادة الانضباط مهما كان الثمن بوضع أكفاء على رأس القطاع. وهناك يفتح واحد القوس، واحد الهامش، في برنامج شاهد على العصر الذي بثته محطة الجزيرة التلفزية في مقابلة مع عبد الهادي بوطالب، صرح كيف أن أفقير وزير الداخلية آنذاك طلب منه وبإلحاح مساعدته كوزير للتعليم على بناء شبكة تجسس ولرصد حركات القطاع. قال بوطالب في البرنامج بأنه أصر على الرفض والله أعلم بالجميع. هنا كان سد القوس استجابة لنظرية أمنية على حساب الكفاءات العلمية والبيداغوجية، خصوصا عندما لمس هذا النظام أن فئة التدريس ترفض الأكل من طبق بارد، فضلا عن كون حصارنا كان يزيدنا قناعة بصدق قضيتنا، كما أن النظام أصبح أمام واقع أمر صعوبة. وحتى عندما تم ذلك نسبيا لم يهضم جهازنا العظمي الصلب، مما يحتم أن نخرج في يوم من الأيام من إحدى جنبات جسده. أما الطبقات الموسرة المتحكمة فلم يعد يهمها تعليم الدولة المتدهور، ليس فقط هؤلاء بل حتى الوطنيون الواعون بمصالح الوطن بل بمصالحهم أيضا. هبوا لمدارس التعليم النافع لثانوية ديكارت البعتوية واليوطي وغيرهما، ولم لا، أولم يضحوا من أجل هذه الأمة. وهناك يفتح واحد القوس، الوطني الوحيد الذي اختلف معه في أكثر من رأي ورؤية، لكن أكن له ولعلمه تقدير جد خاص. يعني بين سد القوس هنا واحد الجانب مهم جدا، يعني هذه الفترة ديال أواخر الستينات وبداية السبعينات
كانوا لي برجوا في المغرب، يعني الابناء ديالهم كيقراو يعني في مدارس ديال فرنسيه، خصوصيه فرنسيه، وهذوك الابناء حاليا للاسف هما اللي راهم في الحكومه دابا. شي حاليا هادو اللي كتشوفوا في الحكومه دابا اغلبيتهم راه ناس ديال ابناء هذوك الميسورين اللي كانوا في هذه الحقبه هذه كيدرسوا في ثانويات خصوصيه، يعني كانوا يهيئونهم يعني لهذا الحكم ديال هذه الحقبه هذه، وبالتالي ولاد الشعب كيبقاو دائما بينسور في الهامش. وحتى الحضور التي كانت متساويه زمن الدماء والتعاسه والدموع والاستغلال الاستعماري تفاوتت فجاه وقت الغنيمة والكسب تحت راية الحرية والاستقلال. وفي ظل السلطات الوطنية كل شيء كان معدا سلفا، ومنذ إذ لم يعد المسؤولون يسرعون إلى الإصلاح إلا عندما تقرع أجراس الأزمة والفتن، ولا يتحركون إلا عندما ينهار كل شيء بلغة الشرطة والدرك حتى يسيل الدم، أو بلغة أخرى الإصرار على اتباع سياسة الأزمة لا لوجستيك ولا استراتيجية ولا تكتيك يقي من تبديد المال والوقت. حقيقة نعترف أنه في جل المراحل كان النظام يلعب معنا الشطرنج ونحن نلعب معه لعبة المربعات الضامة. ولننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى لكن في نفس الاتجاه، فقد تعاقب على التعليم فيما بين 1956 و2006 حوالي أكثر أو أقل شيئا ما 38 وزير وكاتب دولة. تصوروا 38 وزير وكاتب دولة ما بين 56 و2006، والظاهر أنه كانت هناك أزمة في الغايات، فسياستنا التعليمية كانت خالية من غاية واضحة ومن القصدية، وكل فعل أو نظام لا غاية له يذهب الشقاء من أجله سدى. فقد خلت سياسات المسؤولين المتعاقبين من أي تنسيق، إذ لا تجد أي تماسك بين برنامج هذا وذاك، والذي يغادر يسلم إشكاليات القطاع للذي يليه تماما كالمجالس الحضرية والقروية. بل إن التعليم حسب رؤية جلهم كان يمثل أداة اعتقال بدل أن يكون وسيلة خلاص. وظل المسؤولون يكررون بلا انقطاع أن التربية والتكوين مجال استهلاكي، والواقع أن التدبير والسياسة الغير صائبتين جعلتا منهما كذلك، فقد جعلت سياستهم هذه من المدرسين والتلاميذ ما يفعله مدرب فاشل بلاعبين ممتازين. وحتى الإصلاحات التي كان يتم القيام بها لأسباب غير موضوعية لم تكن تتعدى إخفاء الشقوق وطمس الأدلة والعلامات التي يمكن أن تكشف حقيقة المخاطر، إذ لم تكن هناك أي استراتيجية، حيث كان يتم ربط التخطيط بالميزانية السنوية للدولة، ويتم التراجع في أحيان عدة عما يرصد للقطاع على قلته ليأخذ اتجاهات أخرى إذا دعت الضرورة. وربما كانت هناك رؤية ترمي لضرب المدرسة العمومية لكونها مستودع الروح الوطنية، يعني خصوم يضربوا الروح الوطنية بأي شكل كان، وتتم إجراءات حاليا ترمي إلى تفكيك هذه المدرسة العمومية وتسليمها للمستثمرين. بل هناك في الدار البيضاء أشياء تبدو مخيفة بل مرعبة، وهو إخلاء المؤسسات وتدور أقوال عن تفويتها للخواص وإعدادية ابن طفيل نموذجا، ولا من يحرك ساكنا والعياذ بالله. فالمجتمع المدني بكل فعالياته أصيب بالوهن بما فيهم نحن، ونتمنى أن تكون تذكيراتنا هذه بمثابة فياجرا فكرية وسيكولوجيا تدفع إلى الصولة وإثارة التساؤلات والضجيج الإيجابي. بل والأفتح والأخطر، حتى من فلت من محاولات إصلاح لم يكن يتخذ صفة الاستمرارية والاستدامة، لأن هذا الإصلاح كانت تتحكم فيه دائما خلفية اقتصادية تقشفية. وكيف يمكن إذن تحقيق مشاريع وطنية غاية في الأهمية ومصيرية بأبخس التكاليف، فينهار الأداء
والمستوى، ويزيد الخصاص في كل شيء وبشكل مضطرد، فتكون البذور التي تثمر الخلل والفشل قد زرعت في مرحلة الإعداد، بل إن الدولة لم تنتبه إلى أن تعليما رديئا مع الأيام أكثر تكلفة من تعليم جيد. وهكذا ظلت الوزارة توزع نظريات لا تتجاوز جمالية المعنى، كالقول بربط الجامعة بمحيطها والتعليم بمتطلبات الإنتاج، وحتى سياسة التكوين المهني التي رافقت هذه الرؤية وتمت على ضوء ذلك لم تنجح، ولم يندمج في سوق العمل حتى 20% منهم في أحسن الأحوال. والأخطر في ذلك، حسب شهادات أمنية، فقد تحول جزء منهم من المهنيين المتخرجين من فرع الميكانيك إلى عصابات لسرقة السيارات ومحتوياتها لحذقهم في فتح الأبواب بفضل التعامل التقني مع الحديد. واتضح فيما بعد أن العامل البشري ظل مغيبا في السياسات التنموية، وبقيت مسألة التنمية مرتبطة ومتعلقة في نظر المسؤولين بالمال، وكم هو مخطئ هذا التقدير. يعني هنا باش من حاول نفتح واحد القوس، وربما الناس المتتبعين الشأن ديال التربية في المغرب غادي يلاحظوا أن واحد الحملة كتبدات بداية الثمانينات ديال التكوين المهني، كانوا كيقولوا بأنه الخلاص، وبأنه يعني الشهادة الجامعية لم تعد توافق سوق الشغل وما إلى ذلك. ولكن هذه العملية شنو نتجاتنا؟ نتجاتنا واحد المجموعة ديال الشباب، خصوصا الناس ديال الميكانيك، خداو معلومات وتلاحوا الشارع. الو شنو داك الشباب ما لقى قدامه اي حاجه خصو ياكل، خصو خبزو اليومي. الو بداو كيشفروا في الطوموبيلات، بداو كي يعني التقنيات اللي خداوها من هاد المدارس، ولاو يعني كيدبروا قوت يومهم بطريقتهم الخاصه. هذا جانب. وجانب اخر ايضا، راه هذيك اللعبه ديالها ودي، راه الجامعه وخريجي الجامعه ما كيوالموش سوق الشغل. هذه راه واحد الاكذوبه كبيره جدا يراد تمريرها على الشاب. اخويا ملي كتشوفوا هذا الشيء، وخليوا المناصب ديالكم لهذا الشباب العاطل، واجوا نتوما جلسوا وجربوا نتوما. المهم ياك نفس الشواهد خديتوها حتى نتوما من الجامعات المغربيه، الاغلبيه راه خداوها من الجامعات المغربيه، الا هذوك اللي راهم يعني في الوزارات، يعني في اللي خداوها يعني اللي تلقاو تعليم خاص وتعليم برا، هذوك ما كنهضروش عليهم، كنهضروا على بعض الناس اللي كيسوقوا هذه اللغه ديالها ودي الجامعه. ما خصناش الشاب المغربي يعتبر بانه غير يخرج من الجامعه خصو يخدم. راه ماشي هذا هو دور الجامعه، وهذا واحد كيحاولوا يموهوا الراي العام، وكيحاولوا الناس راه كتقرا وكتخدم باش توصل باش تاكل طريف ديال الخبز ايضا. راه ماشي كان ايه معلوم ان راه كنتكونوا وكننميوا الافكار ديالنا، ولكن في نفس الوقت راه الناس راه خصهم طريف ديال الخبز غير يوصلوا، ماشي تلوحوا من الشارع وتقول لا الناس راه الجامعه لا توالي يعني سوق الشغل وما الى ذلك. هنا غادي نكمل. ولنتساءل على ماذا كان يمكن الاعتماد إذا لم يكن على موارد بشرية باقتصاد يمكن أن ينهار بموسم جاف، أو اضطراب مفاجئ في موسم فلاحي، أو عزوف من الجالية المغربية، أو ارتفاع في مستوردات البترول، وكلها أمور خارج السيطرة تماما. ثم ألا يستحيي المسؤولون من هذا المسخ الذي عرفته المدرسة الحديثة؟ ولنقارن اندماجها التفاعلي مع ما كانت تقوم به المؤسسات التقليدية من مسيل وجامع وزاوية ورباط، فهل يمكن إنكار المهام التي قامت بها وبالكفاءة التربوية الفائقة؟ ما الرأي في هذه الأجيال التي لا تتوفر على أي محور أخلاقي أو ديني تدور حوله، لا هدف لها، خائفة، مترددة، عنف، مخدرات؟ إلا لاحظتوا يعني الناس ديال، أنا غنفتح واحد القوس، إلا لاحظتوا الشباب ديال هذا العصر اللي رحنا كنعيشوه دابا حاليا، شوفوا كي داير. يعني كنتمنى المناضلين يبقاو ينزلوا يتصنتوا لهذه الفئه ديال الشباب. كتلقى ما عندوش شي هدف في الحياه، الخوف، تردد، ميال الى العنف، مقبل على المخدرات. يعني هذه كلها راه صنيعه ديال هذا النظام، راه صنيعه ديال سياسه تعليميه ممنهجه، راه صنيعه ديال الابالسه وشياطين يريدون شباب من هذه الطينه. يريدون لماذا؟ لان شباب من هذه الطينه ما غاديش يفكر
في اشياء يعني ابعد من مستواه، وبالتالي غادي يغرق في متاهات، وبالتالي خص لي ياخذ بيدوه. هنا كنهضر مع المناضلين، نزلوا لهاد الشباب وياخذوا بيديهم ويدخلوهم في جمعيات ثقافيه ويخرجوهم من داك العوالم ويعطيوهم الثقه في النفس، راه قادرين يغيروا مجريات التاريخ. هذوك الشباب اللي هما بغاوهم هكا راه هما اللي غادي يغيروا مجريات التاريخ. غادي نسد القوس هنا، واصبح بالامكان خلق اي نسخ منهم، وها هم بعض الضحايا، وان كانوا لا يرضون نعتهم بذلك ومخاطبتهم كذلك. الفرق الفنية لآخر زمان، أو الموجة الغنائية لبعض الشباب، وهم مجموعات من المساكين في مجملهم، وإن كنا لا نعمم، لم يفلحوا في أي شيء، لذلك قرروا ولوج عالم الفن والشهرة أمام هذا الفراغ. جلهم لا يعرفون حتى المبادئ الأولية للغناء والموسيقى، يلبسون الأسمال البالية والسراويل والقبعات الممزقة، كلام سريع وغير مفهوم مطلقا، يقابلهم جمهور تافه من أقرانهم لا يعرف ما يريد، كلام أشبه بالهلوسة، معتقدين أنهم تيار جديد إصلاحي في الفن، يفتقدون لا لأبسط المتطلبات، وهو المظهر النظيف، إنه وجه معبر من وجوه السياسة التعليمية الفاشلة. يعني هنا واحد القوس، هذا رأي الكاتب يعني يحترم. أنا شخصيا ربما كان عكس الكاتب في هذا الجانب، هذا هو أن هذاك الإنسان اللي كيميل أنه يلبس ثياب ممزقة ومهملة، هذيك راها في الحقيقة نفسيا راها رسالة مضمرة للآخر، وإن كان هم هؤلاء الشباب لا يفهمونها. يعني هذاك راه ميساج كيبين لنا الحاله المترديه اللي وصلت له النفسيه ديال ذاك الشخص في الوقيته اللي كيلبس يعني الملابس حنا كتبان لنا بيزار، وكيبان لنا يعني حوايج مقطعين، الشعر ما مشوطش، يعني هذا كيبان بان هناك تمزق نفسي داخلي كيعيشه هذاك الشاب، تمزق خطير، تمزق على المستوى البسيكولوجي كينعكس على المستوى المظهري، وبالتالي هذيك راه حاله كتبين لنا بان الشباب تائه، ان هذيك راه حاله كتعكس الشباب فين وصل وفين وصلت به الامور ديال التمزق ديال السقوط في العفن وفي الوسخ. هذاك الوسخ راه ديجا بان صافي راه صاير وصلت لنا جوسكو بو، ولا راه وصل السيل الزبه كما كيقولوا، وبالتالي هذاك راه انعكاس. ونحاولوا نبقاو نقراو هذوك المظاهر الخارجيه، راه كتقرا الى عطينا واحد الاهتمام شويه للجانب النفسي، راه ممكن نوصلوا لبعض المعطيات خطيره جدا غير من خلال اللباس ديال الشباب ديالنا. وهذا غادي نخصوا له واحد الجانب اخر نحن في صدد البحث فيه مستقبلا، يعني لماذا شبابنا يعني كيلبس هذا اللباس، لماذا كيمشط هذا المشط، لماذا كيدير هذا الشيء. وغادي نشوفوا القراءات النفسيه من خلال المظاهر الخارجيه، غادي نخصوا له واحد الجانب اخر مستقبلا ان شاء الله. مهم ساكمل. وإثارة التساؤل والنفش في وقائع الأمور للوقوف على أسباب الفشل المتكرر الذي طال المدرسة الوطنية، فهل فعلا وفي قطاع مصيرك التعليم والتربية وفي بلد حديث العهد بالاستقلال بين قوسين وكثيرا من أطره أجانب وخصوصا في القطاع نفسه آنذاك، كانت تسند الأمور لوزير يبني استراتيجيات ويتخذ قرارات ويتصرف بالمعنى الواسع للكلمة ويتعامل بلغة الأرقام، أي بعد كذا سنة سيكون لنا كذا مهندس وكذا تقني وكذا طبيب وكذا ممرض لتغطية هذا القطاع وشق كذا قد طريق، نشك ونشكك في ذلك، فكل ما هنالك أن ولايته تنتهي ليورث مشاكل القطاع لمن يليه. يعني هنا واحد توضيح بسيط جدا، ما عمرنا شفنا شي وزير ديال التعليم مثلا قال لك بون هذا العام غادي نخططوا مثلا الجيل ديال الابتدائي خصنا قدا وقدا ديال المهندس في سنه 2030، خصنا في سنه 2030 ها شحال ديال الاطباء، ها شحال غادي يخصونا ديال هادي، الوغ غادي نبداو من دابا غادي نوجدوا هاد الناس لهاد القطاعات هادي. ابدا عمر شي وزير ما شفناه كيقول هذه اللغه ولا كي عنده ذاك
التخطيط ديال المستوى ديال 30 سنه ولا 20 سنه كيفاش غادي يكونوا هاد الشباب ديالنا. كل واحد كيجي كيسلم المشاكل في القطاع اللي جاي من وراه وهي غاديه والشباب تتراكم ولو سنوات تتراكم وكنجو جحافل وجيوش من المعطلين لان اصلا الناس اللي كانت في المسؤوليه ما خططاتش للمصير ديالهم وما خططاتش للمستقبل ديالهم. وهذا اللي خصنا نحاسبوا عليهم. وهذوك الناس بعد اللي دازوا في هذا القطاع خصهم يتحاكموا واحد واحد وخصنا نقدموهم للمحكمه على هذه الهزاله وهذا الواقع اللي وصلونا فيه. وهنايا غادي نكمل يعني القراءه ديال الكتاب. وعلى ذكر الوزراء المتعاقبين على المهمه يستحيل اطاره كل سيرهم وسنطل باستعجال على بعض نوايا واعمال المتاخرين منهم. واذا كانوا قد اجتهدوا في الحقيقه للاضرار بالقطاع يعني الوزراء كانوا كيجتهدوا غير باش يضروا القطاع ماشي باش يصلحوه من حيث علموا ومن حيث لا يعلمون فالخواء الانيق قد وصل بهذه المهمة مستوى الكمال فهو من غسل القطاع وكفنه وواراه القبر وهال عليه التراب. وأتذكر بحسرة ذات يوم وهو يقفز للرد على سؤال برلماني بشرى لرجال التعليم ويكررها لأكثر من مرة وبتشديد زائد على مخارج الحروف وذلك بمناسبة زيادة قسمت إلى ثلاث أشطر أو أربعة حصل منها المدرس الأكثر حظا في الدفعة الأولى على 6.5 درهم في اليوم. نعم بهذا القدر يبشر رجل وامرأة التعليم لأننا في مخياله مخلوقات ترضى بالكفاف والزيادة هذه فتح بالنسبة لنا. يعني الإنجاز الكبير هو ذاك الزيادة ديال 6 درهم فاصلة 5 هذا الشيء اللي وصلوا له. وكيظنوا يعني صراحة هذه راه واحد المهزلة خطيرة جدا خص تحاسب عليها حتى النقابات ديال التعليم الصراحة لأن في الوقت اللي الناس كتناهض على أساس إصلاح التعليم ومحاولة مجابهة ما يمكن مواجهته كنلقاو النقابات التعليمية يعني صراحة وهذا نقاش آخر أيضا يعني ما راه ماشي يعني داك الزياده ديال الفلوس هي راه ديك واحد المشكل وحل القطاع. وحتى في احلك الظروف يعني كتلقى كيسكتوهم بحال اللي داروا في بدايه الحراك الاجتماعي ديال شي فبراير سكتوهم 600 درهم صافي وتكملش كل شيء وراه ماشي هذا هو حال النقابه. النقابه راه كدافع على مصالح ديال القطاعات ديالها وككل ماشي كنهضروا على مصلحه التعليم وسيدي راه ما نقبلوش 50% في القسم اضعف الايمان النقابه بعد في المرحله الراهنه سيدي 40 نمشيو مع اليونسكو 20% في القسم نمشيو لنا مع هادشي ما تمشيو نوقفوا هاد الخدمه ديال التعليم كاع اضعف الايمان وشوفهم شنو غايديروا ديك الساعه عبد الله لا اله الا الله وصافي. المهم على اي ساكمل لا باس على كل حال فالكل يعلم ظروف اختيار الوزراء على ضوء كوطة الاحزاب السياسيه تلك الكوطة التي اتت بالكوارث حيث عين وزراء على الفلاحة لا يعرفون حتى كيفية طلب الغيث وعلى الصيد من لا يعرف حتى كيف يمسك الصنارة. ولنقل مع قائل في احدى المناسبات وان كنا لا نتفق على ايذاء روح بشرية مهما كان الاولى والاجدى الاولى والاجدى تسليم بعضهم حقائب متفجرات عوض حقائب وزارية لما ارتكبوه في حق طموحات الامة اثناء تحمل مسؤولياتهم. أولم يبلور المغرب خطة وطنية لحماية الطفولة وخطة للتنمية البشرية وأخرى لإصلاح التعليم وبعد سنوات يصنف في درجة مماثلة تقريبا لجيبوتي واليمن وغزة التي تعيش بين فكي جحيم. أولم نشن حروبا في جميع الاتجاهات محاربة السكن الغير لائق ومحاربة الهدر المدرسي فهل فعلا حقق الوزراء المعنيون من طلقوا من أجله كل بقطاعه فعلا يمكن إطلاق صفة محاربون بلا مجد على الحكومات المتعاقبة. لقد ظلت السياسات الرسمية في مجملها تتخذ الاحتياطات وتنتقي الإجراءات لإظهار ما يجب إظهاره وحجب وما يمكن تداركه بالأصباغ والأشجار المتحركة. هنا كيفتح واحد القوس
تم استنفار عشرات العمال والآلات المختلفة لترقيع الطريق الذي سلكه جلالة الملك للصلاة بأحد مساجد الحي الحسني بالبيضاء ليلة قبل ذلك، وتوقف الإصلاح مباشرة في النقطة التي عرج عليها الموكب الملكي، ولم يزيدوا ولو مترا واحدا. فعلا إنها قمة الصفاقة والوقاحة وقلة الحياء. يعني واحد النهار كان غادي يصلي الملك في واحد الجامع في الحي الحسني بالبيضاء، نوضو كيصوبوا واحد الطريق ذاك الليله نيت على فاي، كيصوبوا واحد الطريق ولكن صوبه غير حد فين غادي يدوز هو. على ما داز صافي هذيك الكماله ديال ديك الطريق خلاوها ما صلحوها ما حتى شي حاجه. وشوفوا المغرب ديالنا كي داير، وما دمت في المغرب لا تستغرب. ولما ان الاخطاء ثابته في الاداء في قطاع التعليم بشهاده الجميع، ألا يحق لنا أن نطالب المسؤولين بالاعتذار؟ ولما لا؟ فحتى عتاة المجرمين يندمون في الكثير من الأحيان عما اقترفوه. وعلى كل حال، فتاريخ القطاع أطول وأعرض وأعمق وأعلى مما أتينا إليه عليه، ولكن نعتبرها محاولة محفزة لحل الملف بمعنى فتحه وليس إنهاء مشاكله. وخير ما هناك أن نشعل النار في هشيمهم اليابس على الأقل. أما الجيل الحالي فقد حدد مصيره منذ 20 سنة وأكثر، وأوضاع 2020 هي التي بإمكاننا المساهمة في وضع ترتيباتها الآن. ماذا عسانا أن نفعل؟ وعلينا أن نفعل شيئا ما مع خطوات ناشئة في الحياة التي تتعثر مبكرا. فماذا تقول للمتعلم عندما تمنحه النجاح ب7 أو 8 كمعدل؟ أليس ذلك كافي لإفلاسه مستقبلا لأنه ينتظر جزاء بدون مجهود في الآتي من الأيام؟ ماذا يمكن قوله في العربية التي أصبح التعامل معها كعائق في الدراسة؟ فماذا عسى أبناؤنا فعله بالعربية بعد البكالوريا إذا استثنينا بعض الشعب الغير المربحة؟ بل وحتى الكتب والمراجع البيداغوجية العربية جلها مترجم عن الفرنسية، فلماذا يا ترى لا نقرأها من الأصل كما احتج البعض؟ ما دام المترجمون يحترمون في مجملهم مقولة ترجم معنى خدويخ ستخايخ، يعني الترجمة خيانة. وأيننا من أطروحة المنجرة وهي باب مجرب صحيح مجرب صحيح في أكثر من بلد، الذي يرى بأن النهضة إلزاما يجب أن تمر عبر التحصيل باللغة الوطنية، ونسدل الستار بشيء هام للتأمل. فالتعليم والتربية جزء من كل، حيث السلطة مبنية على نظرية الحق الإلهي، وإنها ليست توفيقية وأجل من أن يكون شأنا عاما وأمانة لا يمكن تفويضها كما قال بذلك الحسن الثاني. كيف لا والنظام ينظر إلى الأحزاب على أنها فقط ممر إجباري للحديث عن الديمقراطية ضمن استراتيجية الملكية الدستورية لتأتيت واجهات هذه الديمقراطية، ديمقراطية 198 على 16، هذا واحد القانون خاص. يعني كنا كيف تحلقوا في الانتخابات الجماعية يونيو 2009، حصل الاتحاد الاشتراكي على 16 مقعدا من اصل 198، وفاز بالعمودية في الرباط. فأي احترام لآراء الناخب؟ يعني واش كنحترموا الناخب بالفعل حتى في القرارات بين قوسين ديال الصناديق؟ يعني هذا الفصل انتهى. إذا كنتم بغيتوا نفتحوا باب ديال النقاشات فيما يخص هذا الفصل فلنفتح، ويعني نسالي ونمر الفصل الآخر إذا كان ممكن. أخي كسكس هو اللي زاد من مشاو. Les admins, qui cherchent. Allez, c'est trop, c'est trop. السلام عليكم اخي ابو تاريخ. كوشا بدر راه انسحب يعني منذ قليل، راه مشى كان قالها انا في التكس باللي غادي يجي. وعلى اي الاخوان اذا كان شي واحد عنده شي يعني شي استفسار يتفضل يعطينا شي اشاره في التكس ويقدم الاستفسار ديالو،
والا يعني يمكن تواصل يا اخي ابو تاريخ يعني تكمل هذه المدة القيمة ديالك. اخواني اذا كان شي واحد عنده شي استفسار ولا يطرح شي سؤال ولا صافي نكملو. تفضل يا ابو تاريخ. واكم التسجيل على كل حال. مهم. السياسة الفصل الثاني هو بعنوان السياسة مرت من هنا او عندما يصبح التعثر في الاصلاح خيارا استراتيجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احسن فقد احسن لنفسه ومن اساء فلها. من المفارقات السياسية ومكرها ان دول العالم الثالث بعد استقلالها ورثت برامج تدبيرية سيئة عن المتروبول. نأتي على بعضها كالحفاظ على نسبة الأمية التي تملأ صناديق الاقتراع وتصوت بنعم في الاستفتاءات ولا تخلق متاعب للنظام لأنها بدون لسان. هنا غنفتح قوس غادي نقول إن شاء الله ذاك اللسان هو اللي راح نزرعوه حاليا وغادي يكون لسان عند هذه الفئات الشعبية وغادي تقول الكلمة ديالها إن شاء الله في المستقبل وأسد القوس. كما أن الأمية والفقر اعتبرتا مصدرا مهما للثروة بالنسبة لكوادر الإدارة من قواد وعمال وبشاوات. فمن يبني البراريك ويشيد البناء العشوائي بعد أن يؤدي، ومن يرتكب الجرائم ويفاصل في المحاكم، ومن يتاجر متجولا ويضطر لمنح الإتاوات والحلاوات لعناصر الإدارة والأمن. ألا يبدو لنا الأمية والفقر كنزا بدون سواحل؟ لاحظوا غير شحال كيصوروا للجندارم يوميا في الطرقات. واش ماشي كنز هذه الأمية والفقر؟ راه كنز في الحقيقة، راه بالنسبة لهم راه كنز غالي جدا. ولو رجعنا شيئا ما إلى الوراء لوجدنا أن الرعية ظلت تعتبر بمثابة خزان للجدايات ومصدرا للتجنيد في الوقت الذي تنفق فيه الدولة بدون حساب من أجل استرضاء موظفيها على حساب مصالح الشعب. وها هو التاريخ يعيد نفسه مع الأسف، وها هي الدولة تشتري وفاء خدامها بمنحهم رخصا للصيد في أعالي البحار ورخصا للنقل من الثقيل إلى الخفيف ومقالع الأحجار والرمال. بعض جريمات الصيد البحري يتم قراءها بالملايير. والقارئ الغير الاستراتيجي ربما يرى أننا ابتعدنا عن موضوع مدى إمكانية إصلاح قطاع التربية والتكوين الذي نحن بصدده. وهنا وجب التنبيه وبقوة إلى أن الإقلاع والإصلاح ليست مسألة وزارة فقط بل قضية مجتمع ودولة. فكيف يمكن للتغيير أن يتم إذا لم تشارك فيه كل أطراف الصراع وموازين القوى السياسية والاجتماعية وخصوصا المؤسسات الدستورية وعلى رأسها ضمير الأمة ودرعها الواقي من كل شر وسيفها المسلول على رقاب من خولت له نفسه الإساءة لمصالح الشعب ونقص البرلمان. فهل يمكن الإقلاع دون سلطة شريعية تطالب بوضوح الخط والرفع من ميزانية الإصلاح وتشدد وتغلظ في متابعة الحكومة وبالأخص وزارة التعليم لحثها على الجدية والتفاني؟ وهنا لا بد من الوقوف ليس من أجل التحية طبعا، لنعطي أمثلة عن أعطار هذه المؤسسة وخطورة بعض عناصرها كما يشهد بذلك واقع الحال. ومنه ننطلق وليس من مزاجنا الناقم على التعديات المرتكبة في حق الأمة. ونحن لا نتطاول على أحد، فالبرلمان يتكون من عناصر تنتمي لتيارات فكرية وسياسية وبالتالي حزبية ونقابية مختلفة، ومن المفروض أن تخدم عقيدتها وتستميت من أجل إيديولوجيتها، فهي منارها وبوصلتها وليست المصالح التي جعلت عددا غير يسير من هؤلاء ينتقلون من حزب لحزب كما تنتقل الكلاب بين المزابل. بل ستتصدى بعض مكونات البرلمان لاقتراح قانون تصريح بالممتلكات كما عارضت مدونة التعمير التي تقدم بها الوزير حجيرة وتماطلت في التصويت عليها كسلوك صريح على خدمة التصوير والاحتكار والتفويت وكل
ما يضر بالفقراء ويزيد من غنى الاغنياء. لاحظوا ذاك بين قوسين هنا، لاحظوا لان كل ما يناقش في البرلمان والاشياء يعني في هذه السنوات كامله اللي مضات، لا المشاريع التي تبرمج ولا القوانين التي تصادق، واش عمركم شفتوا شي حاجه كتخدم الشعب المغربي؟ كلها كتخدم طبقه اللي متحكمه في زمام الاقتصاد في البلاد، لا تخدم الفقراء، لا تخدم الشعب المغربي من قريب او من بعيد. اما فضيحه زوير انتخابات 7 شتنبر 2007، سجلت مكالمات الهواتف النقاله للاخوه المعنيين، وذلك في اطار تجديد ثلث المستشارين. فقد اعتبر حزب الاستقلال المتابعه تحاملا من معالي وزير العدل الاشتراكي بوزوبا. شرح ملح اباحه الزوير والدفاع المستميت عن مختلفيه، لكن واقعنا الميؤوس منه لولا انتماؤنا لملة الامل في رحمة الله يبرره ما جاء على لسان اخينا في المواطنة المستشار عين قاف، هكذا مدون في الكتاب، في سؤال موجه لوزير الاوقاف بشأن القرعة لاختيار الحجاج المغاربة وضمنهم العدد المحدد من اعضاء البرلمان. لقد صرفنا الملايير من اجل ان نصل الى مجلس المستشارين، وانتم سيدي الوزير، لاحظوا معي هذه المقولة، لقد صرفنا الملايير من اجل ان نصل الى مجلس المستشارين، وانتم سيدي الوزير وضعتم نظام القرعة لاختيار العدد المحدد وقلصتم من الكوطة حيث حرمنا من الذهاب للحج لغسل ذنوبنا. علق او لا تعلق، وفي كلا الحالتين هل هناك اجمل من ان يعيش المواطن من اجل وطنه؟ اما لو سئل جلهم عن المهام التي تنتظرهم بعد ان صعدوا الى قبة البرلمان، ماذا يعرفون عنها؟ لا يتعدى جوابهم نعرف عنها كل خير، ناهيك عن الموالين للسلطة بالرغم من ان الشعب هو الذي انتخبهم. بين قوسين الناس كتلقاو موالين السلطة والشعب ينتخبهم، مفارقة غريبة جدا، والذين هم ابواق ببطاريات سوبر مخزن. الحمد لله انه عندنا الحكومة هي التي تراقب البرلمان غائبا. هنا الواقع غريب في المغرب، احنا عندنا الحكومة كتراقب البرلمان، الفوقيتة اللي خص يكون العكس، الحكومة البرلمان هو اللي كيراقب الاشغال ديال الحكومة وكيحاسبها. احنا العكس، احنا ربما البرلماني ربما إذا قال شي حاجة غتعاقبوا الحكومة، يعني شي حاجة غريبة جدا في البلاد. أما قانون من أين لك هذا الذي ظل البرلمان يعارضه؟ ربما بدا لهم أنه كفر بالله، هذا من فضل ربي. ونتساءل لماذا لا نطبق البرامج والتخطيطات التي اغنتهم حتى اذا كانت حلالا تم تعميم التجربه والاستفاده منها، اي يعطونا الوصفه فورميل شيميك، يعطونا ديك الفورميل شيميك باش ولاو اغنياء حتى حنا نوليو بحالهم، عساهم يعني ليغتني الكل بسرعه باش كلشي يولي لاباس عليه في المغرب. عندهم وصفات غريبه امراء، ديك الوصفات ديالهم ردوا البال. راه حنا نوعنا زعما صراحه انا غنفتح واحد القوس فقط للدعابه، انا راه كنخاف يجي واحد النهار يبقاو يقولوا لنا خلصوا على داك الهواء اللي كتشموا، هذاك الهواء اللي كتشموا راه خصكم تبقاو تخلصوا عليه، تبقاو شغل كتشخطوا في الهواء هكاك. راه كنتسناو هذا الشيء يعني الله يحضر شي سلامه وصافي. المهم كنسد القوس، الا يجب الامتناع عن التصويت كل مبرراته كواجب قبل ان يكون حقا؟ فقد نفرت الأغلبية من السياسة مما سهل صناعات مافيات الشأن المحلي والبرلمان لتبقى العملية بيد مترشحين لأسباب غير موضوعية وغير وطنية، بل وحتى من يصوت يكون إما إرضاء لقريب أو طاعة لرجل سلطة أو طمعا في مال أو مصلحة. واستحضر الصراعات التي تعرفها الأنظمة بين الحاكم والبرلمان والحروب الكلامية بل الفعلية لتأمين حق المواطن والدفاع عن مصالحه باستماتة وإخلاص، والحضور واليقظة التي لا تتوانى ولا تفتر وترسم أمامي المعارضة الموالية وحسن النية السيئة. هذا إذا لم يحدث أن يصوت مجلس الشعب صراحة ضد ما يمكن أن يخدم الأمة على علاته، وتستمر الأمور
ولغير هذا ولهذا وذاك، لقد كان دائما يتم الاستعداء على التعليم لأنه ميدان استراتيجيات التغيير الاجتماعي، وقد تردد في أكثر من خطاب في السنوات الساخنة: نريد سلما اجتماعيا، نريد سلما اجتماعيا، ونضيف: لنهب الشعب الجاهل المسكين بطمأنينة وراحة بال. سيلونس أونتو، سيلونس أونتو. يعني هنا كيسال هذا الفصل اللي كان بعنوان السياسة مرت من هنا. غادي ننتقل للفصل الآخر، هو الخداع اللغوي هو الآخر مر من هنا. الخداع اللغوي هو الآخر مرة من هنا. ممكن ترجع نعم. الكتاب يعني السمية ديالو، وأنا مضطر انسحاب يعني كثير. وتحية لك، تحية للجميع. قلت العنوان ديال الكتاب، العنوان ككل: التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي. التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي، إصلاح أم إعادة تمثيل الجريمة، إصلاح أم إعادة تمثيل الجريمة. يعني هذا هو العنوان ديال الكتاب. وسأستمر في تلاوة الفصل الموالي وهو قصير. استوعب النظام، أو لنقل أصحاب القرار بشكل يستحق الاحترام، أهمية ونجاعة الآلية اللغوية في تطبيع الأمور والتقليل من هول الكوارث، حتى بدا للناس أن ما ارتكب في حق التربية والتكوين عادي للغاية، وبدا للكثير أن فشل برنامج ميثاق التربية وقبله أكثر من برنامج إصلاح، كما كانت تفتي بذلك مؤسسات دولية قبل اعتراف الدولة نفسها والتي لم نكن في حاجة لرأيها. قلت بدا ذلك أمرا طبيعيا لحسن استعمال المصطلحات تلطف الجو عوض استعمالها في سياقها الصحيح، وسنعطي أمثلة خارج هذا السياق لتوضيح مدى خطورة التلاعب بالكلام. فأكثر من رأي يصنف الفكر الرافض للتطبيع أنه فكر دموي، والحق الشرعي في الدفاع عن النفس عنف وإجرام وسلوك، والاستسلام بات مرادفا للسلام. فكيف لا ننظر إلى الهدر المدرسي على أنه عجز المدرسة المغربية عن توفير المناخ الملائم لتكون موضع جذب عوض جهة صد، ناهيك عما يترتب عن ذلك من نتائج حضريا، والأكثر من ذلك قرويا من مخاطر، أقلها أن شبابنا بما فيه موضوع الهدر المدرسي أو من لم يسبق له أن رأى السبورة أصلا يتوجه إلى المدن لا كمشتر أو منتج، ولكن كمتسول أو قاطع طريق أو كمعزز لطابور البيطاليين في أحسن الأحوال. والأمثلة عن الخداع اللغوي كثيرة في شأننا العام والخاص، وأي شيء أنسب من أن نطلق على حكومة التناوب على استغلال خيرات الأمة، وأي صفة أنسب من مجرم نطلقها على الذي يبتلع الأرصفة ويدفع الناس إلى مزاحمة السيارات وركوب المخاطر، والذي يغض عنه الطرف بما نعته بأقل من مجرم. وماذا يعني التقويم الهيكلي من غير تأدية المستضعفين لما نهبه الآخرون، وبطالة ذوي الشواهد غير عجز الدولة الاقتصادية على استيعاب الراغبين في الشغل، أي هشاشة البنية التحتية وسوء التدبير، وعجز صندوق التقاعد غير خلل في تدبير الملفات الوطنية الكبرى. هناك يفتح قوس: مشروع تعديل نظام التقاعد في الوقت الذي أفرغ صندوقه جاء بطرح حلولا ثلاثة لا رابع لها، إما 65 سنة كعمر أو 40 سنة كشغل أو الزيادة في الاقتطاعات من الأجور. المهم نهبنا ونهب رزق أبناء الأمة، والآن إصلاح الأوضاع تقتطع من لحمك. يعني أي صندوق تشفر في هذه البلاد عوض من ردوا ذاك الفلوس اللي تشفرات، شنو كيوقع؟ كيشوفوا حلول اخرى ومبعيده كل البعد. خصنا نزيدوا في الضرائب، خصنا نقتطعوا من اللحم ديال عباد الله باش نغطيو العجز ديال ذاك الصندوق. هو ذاك الصندوق، هذاك مولاه اللي شفروا ذاك الملايير، فين هما؟
هادوك نسمحوا فيهم، هادوك بحال اللي وقع له دغيري اللي جاو العفو الملكي اخيرا، هذاك عفى الله عما سلف وردوا لنا فلوسنا عاد عفيو عليهم بعدا، على الاقل ردوا الفلوس ديال هاد الصناديق ودك تعفيو ولا جلسوا. ودابا هادوك مشاو بالفلوس وكيجيهم العفو يعني من مور هاد الشيء كله. يعني مسائل غريبة جدا يعني في الواقع المغربي الذي نعيشه. كنشوف كاين جوج مداخلات، ما غاديش نكمل القراءة إلا كان أخي شي واحد من اللي صادمين يخلي المتدخلين يعطيو الآراء ديالهم. كاين واحد الكتاب ديال بريداتور، لو روا بريداتور، عاد خرج جديد، مازال ما يعني نبحث عن مصدر الكتاب، ربما مستقبلا نديرو فيه أيضا قراءته، عاد خرج في فرنسا، وكيقولوا بأنه يخلق مشاكل ما بين السياسيين المغاربة والفرنسيين، لا ندري، حتى نشوفو مضمون الكتاب ونشوفو بعدا كي داير. وكاين شي واحد من اللي صادمين، إلا ما كاينش واحد من اللي صادمين يعطي تدخل لشاق لوبان ولو بوانتور. شكرا اخي ابو تاريخ. الاخ شقلوبان تفضل تفضل الى بغيت دير شي مداخله. الاخ شقلوبان اذا كان شي اشاره في التكست عافاك. الاخ شقلوبان ما كاينش لو بوينتر. اخلي بوينتر باغي دير شي اخلي بوينتر. هيتو قلت انت لي بوينتر واش باغي دير ياك ما عرفش دير راك دير انت ويز هاك لي بوينتر باغي تدخل. تفضل تفضل يا اخي تفضل يا اخي لبوانتو خذ المايك. لبوانتو يا اخي خذ المايك ما عليك شواد كضحك ولا بغيت هي. شكون اخي ما وكليبا ديش من دخل اخي ما وكليبا باغي تكلم. تفضل يا اخي تفضل. ما عندك ما وكليبا ما عندك الصوت ما تسمعوكش. عطو كاين صوت ياك؟ امكن صوت ياك؟ ياك دابا تبعت مع الاخ ابو تاريخ معكم كاملين هاد الاوراق اللي تقرات هاد القراءة. وانا الفكرة ديال المؤسسة التعليمية والمناهج التعليمية وبناء المجتمع كاين علاقة اللي علاقة تكامل بالمشروع المجتمعي والمشاريع التعليمية بصفة عامة. والفكرة اللي بزاف الناس يتبنوها هو أن تخلفنا تخلف المجتمع المغربي هو نتاج ديال دراسة ديال سوسيولوجيو النظام للمشروع التعليمي الصالح باش هاد الشعب يبقى عايش بهذا الأسلوب بهذا الخنوع، يبقى كيف ان هذا النظام عرشه استمر، يعني عرش الحسن الثاني استمر في واحد الجيل ديال الناس يفكروا باسلوب معين ودي عندهم هذا الضمير الجمعي ديال هذه المرحله ديال ابائنا. خاص ابنائهم خاصهم نصوغهم بنفس الطريقه
ديروا لهم مناهج تعليميه من اجل تكريس نفس هذا النموذج البشري، لا على مستوى المعلومات، لا على مستوى المفاهيم ديال هاد القيم الكبيره، مفهوم الحريه، مفهوم العداله، مفهوم يعني هذا المشروع نظامي الأمية في بلادنا هي ليست إنزال من السماء، وليست لأن الرأس المغربي ورأس اللي في عقل المغربي وحجارة ممكنش أنه يتواصل، بل هو إنتاج مخزاني 100%. أول إنتاج دياله هو التهميج ونفي مجموعة ديال الشعب المغربي في مناطق نائية ومقطوع عليهم كاع أدوات ديال العيش الكريم والحد الأدنى، فما بالك في التعليم. إضافة إلى واحد المستوى ديال التعليم اللي داروا لنا ديال لن تلقك المغرب الأرض فدا ولا زبت الأرض طولا وعرضا، هذا النموذج ديال المغرب البرتقال والفوسفات والسردين، هذا النموذج ديال الثقافة اللي رخصوا لنا واللي في نهاية النهاية ما هي إلا مشروع ديال النظام. هذه المؤسسة التعليمية، هذه المعلمين، هذه الأساتذة، كل ما يقرأ ما هي إلا نظام يعيد انتاج نفس النموذج البشري. هذه القراءة ديالي. تحية لكم خوتي كاملين، شكرا لكم على في الاستماع واستفدت منكم، وتحية لكم. شكرا اخ مغلوب. يمكن ما كان حتى شي واحد، اذا كان شي واحد باغي شي استفسار يراعي يرفع يدو يعني ولا نعطي كلمة. سينو يا اخي تكمل واصل يا اخي ابو تاريخ. تفضل يا اخي، تفضل خويا. واخا المهم شكرا للاخ كبير يعني وضع يعني الاصبع على المكان. الاخ ابو تاريخ اخ ابو تاريخ. نعم نعم، نخليو الاخ خويا غادي يدخل ومن بعد باش تجاوبهم بجوج خطره واحده. تفضل يا اخي خويا. اوكي خويا معليش شويه، تفضل. كنسمعوكش، معليش الصوت سمعي لا ما كنسمعوكش. خويا يا اخي ما كنسمعوكش، ما عندك الصوت، عندك شي مشكل مع الصوت؟ على اين غادي نعطيو يا اخي كيقولوا الكلمه للقلوبان على ما تصلح حتى المشكل اللي عندك مع الصوت. تفضل يا اخي قلوبان. شكرا اخي خوتي طخو. اين الصوت؟ السلام عليكم الاخوان، تحيه لكم. انا من هذا المنبر اعلن التضامن ديالي مع الاخ اللي حاقد. إذا كان أخ مغربي حاقد خزاني فأنا خزاني ومئة. تحية لك ومصابون جلل فيك يا أخي مغربي حاقد. ما عرفناش كون هاد يعني هاد اللقيط اللي استعمل القضية هذه وحاول أنه يخونك، فأنا من هذا المنبر أعلن تضامن ديالي معك. تحية لك. وبالنسبة لأخي كوسكوس، أخي كوسكوس الله يهديك، واش مغربي حق هذا المغربي؟ إيه أخي شقلوبان، أخي شقلوبان، يا أخي شقلوبان، راك مشقلب، راك غادي غلط بزاف، كاع أنت كاع غادي نوض ما نعرفش شنو هنايا.